في فترة الخطوبة دائما الشريكين ينسوا أشياء أساسية ما يقولوها البعض بسبب أنهم مشغولين في الحب والرومانسية. إذن ما هي الأمور التي يجب أن لا يخفيها الشريكين عن بعض منذ البداية؟ صباح الخير، صباح الورد، يومكم سعيد إن شاء الله. أولا خلينا نكون واضحين وصريحين أن الأكاذيب هي من المدمرات الصامتة للعلاقة، والأكاذيب بصفة عامة سواء كانت في علاقات عاطفية أو علاقات زوجية هي من أكبر الأشياء ومن أكثر الأشياء اللي تسبب شرخ كبير في العلاقة، وممكن تسبب حتى في انتهاء العلاقة. طيب. من أكثر الأسباب ومن الأسباب الرئيسية أولا هي الكذب في الماضي. الشريكين اللي ما يكونوش صريحين مع بعض من البداية، الشريكين اللي ما يكشفوش عن حقيقة ماضيهم، مش عشان يحاسب الشخص الطرف الآخر عن العلاقة اللي كان فيها أو عن الماضي اللي كان في حياته ويكون هو الجلاد بالنسبة لي، بس كثير من أجل الوضوح.